اهلا بكم في فيديو تاني من سلسله قبل ما تشتري. النهارده معانا سالفاتوري فريجامو اف بلاك. بصراحه البرفان ده ما اقدرش اقول فيه حقه، هو من البرفانات الممتازه، حبهم ليا. ينفع في مواقف كتير طبعا، لحد ما شتوي او خريفي شويه. البرفان ده $30 لل 100 مللي، وبصراحه هو يستاهل اكتر من كده. أداءه ممتاز، ريحته جميلة، التركيبة بتاعته فيها توابل، فيها سويتنس مسكرة شوية، يا كومبلكس، بس ريحته جميلة، تلفت الانتباه. البروجيكشن بتاعه كويس، أو الفواحين بتاعه كويس، بيتشم مثلا 2 3 متر بعيد عنك، ممكن يملى الأوضة، ولذلك هو ممكن يخنق شوية في الصيف لو أنت هتحطه في الجو الدافي شوية، ده ممكن يبقى خنيق شوية، بس لما الجو يبرد ده بصراحة حاجة ممتازة. ده لو انت لابس بدلة مثلا، ينفع فورمال برضو، ينفع ان انت تبقى CEO، ينفع ان انت تبقى صاحب شركة، يعني مش لاقي كلام بصراحة اوصف بيه البتاع ده غير ان انتوا جربوه. لو متوفر في الاسواق، انا معرفش هو حاليا، اعتقد ان سمعت ان هو اتوقف او اتوقف تصنيعه، بس اكيد في ستوك كبير في الماركت اونلاين، فلو تقدر تجيبه جربه، صدقني مش هيخذلك زي برفانات تانية. بالنسبة لسعره $30 ده، بصراحة أنا شايفه يعني صفقة، لأن ده جودته بصراحة تضاهي ماركات كتير قوي بتعدي $200، ومش بنص جودته أو نص أدائه.